الدرس السادس: أخلاقيات المسلمين في السلم والحرب. القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام. نشاط 1 ألف، نقرأ ونستنتج. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. بعض القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام: الحرية، الوفاء بالعهد، القول الطيب، العفو، الأمانة، الصدق، الإيثار، الكرم، الحياء، التعاون. نحن تعلمنا القيم هي مثل عليا وتعاليم وضوابط أخلاقية تحدد سلوك الفرد في المجتمع، وهي أساس استقرار المجتمعات وازدهارها، فالأمم التي تنهار قيمها تسقط وتتهاوى. وجاء الإسلام بالقيم التي تنظم شؤون الناس وتضبط سلوكهم في كل زمان ومكان، منها الحرية والوفاء بالعهد والقول الطيب والعفو والأمانة والصدق والإيثار والكرم والحياء والتعاون. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العديد من الممارسات السيئة مثل الربا وشرب الخمر والعبودية الرق منتشرة في المجتمعات البشرية، والتي كانت تشكل إذلالاً وامتهاناً لكرامة الإنسان. فجاء الإسلام ليلغي هذه الممارسات ويساوي بين البشر جميعهم في الأصل ويفاضل بينهم في التقوى. لذا حث الإسلام على تحرير العبيد وجعل كفارة بعض الذنوب كالقتل الخطأ والإفطار في رمضان عتق الرقاب العبيد، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. نشاط 1 ب، نقرأ ونتأمل ونستنتج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. المقصود بالأسرى هو كل شخص وقع في قبضة الخصم أو العدو. معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرى بدر: قام بأخذ الفدية منهم مقابل إطلاق سراحهم، ومن لم يملك المال ليفدي نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته تعليم 10 من المسلمين مقابل حريته. نحن تعلمنا الأسير كل شخص وقع في قبضة الخصم أو العدو. أدت معاملة المسلمين الحسنة للأسرى إلى دخول كثير منهم في الإسلام، فتعاليم الإسلام تحث على عدم إيذاء الأسرى أو تعذيبهم أو حرمانهم من الطعام والشراب واللباس أو إهانتهم أو تعريضهم للخطر. وتعد قضية أسرى بدر نموذجاً رائعاً على أخلاقيات المسلمين وحسن تعاملهم مع الأسرى، فعندما وقع 70 قريشياً في قبضة المسلمين بعد المعركة استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في قضيتهم، وأشار عليه أبو بكر الصديق بأخذ الفدية مقابل إطلاق سراحهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر: ومن لم يستطع فداء نفسه بالمال وكان يحسن القراءة والكتابة فكانت فديته تعليم 10 من المسلمين مقابل حريته. نشاط 2، نتأمل ونستنتج. اتباع الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال لأبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته، حيث يقوم بسجن الأطفال وسجن الفتيات وسجن الشباب وسجن كبار السن، ويقوم باعتقال المسلم والمسيحي. واجبنا اتجاه أسرانا في السجون والمعتقلات الصهيونية، نصرتهم وإعلاء قضيتهم ودعمهم صمودهم بكل ما نملك، والعمل على تحريرهم بكل الطرق المتاحة.
نحن تعلمنا يعاني الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الصهيوني أشكالاً عديدة من التعذيب النفسي والجسدي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القوة، إبراز القسوة والإجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد كيل الإهانات والضرب والتفتيش المذل للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته، ويتبع أساليب تحرير قاسية كالتهديد بالقتل أو النفي أو هدم البيت أو اعتقال الزوجة وغيرها من الأساليب التي تهدف إلى كسر إرادة الأسير الفلسطيني والنيل منه. كما يتعرض بعض الأسرى للاعتقال الإداري، حيث يبقى الأسير الفلسطيني رهن الاعتقال لعدة أشهر أو سنوات دون محاكمة، وتستخدم قوات الاحتلال الصهيوني مع الأسرى سياسة العزل الانفرادي واقتحام غرف الأسرى ومنع ذويهم من زيارتهم وفرض الغرامات المالية عليهم وحرمان المرضى منهم من الحصول على العلاج، ويقاوم الأسرى في سجون الاحتلال بكل صمود وتحدي هذه السياسة بعدة طرق، منها الإضراب عن الطعام وعصيان أوامر السجان للحصول على الحقوق التي تضمنتها لهم المواثيق الدولية. ويقبع في سجون الاحتلال عشرات الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الذين يعيشون ظروف اعتقال تتمثل في الحرمان من رعاية أسرهم وممارسة حياتهم كنساء وأطفال لهم حقوق وحماية خاصة. وصية أبي بكر لجيش أسامة بن زيد، نشاط 3، نقرأ ونستنتج. من وصية أبي بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا فاذكروا اسم الله عليها. المادة 3، اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ميلادي الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس. ولهذا الغرض تحظر الأفعال الآتية: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. وصية أبي بكر لجيش أسامة بن زيد، نشاط 3، نقرأ ونستنتج. أخلاقيات المسلمين في الحرب خلال وصية أبي بكر: حماية دور العبادة، الحفاظ على الممتلكات، محاولة المقاتلين فقط، حماية المدنيين من الكبار والنساء والأطفال، النهي عن التدمير والتخريب والغدر والتمثيل بالجثث. أوجه الشبه بين وصية أبي بكر وقواعد الاعتقال في العصر الحالي، حيث أن وصية أبو بكر توافقت مع قواعد القتال في العصر الحالي التي دعت كالتالي: الإبقاء على حياة المدنيين والمقاتلين المصابين والأسرى وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، حماية الأفراد ومرافق الرعاية الصحية، أن تقتصر الهجمات على المقاتلين فقط، منع الهجمات التي تضر بالمدنيين والعسكريين دون تمييز. نحن تعلمنا من أخلاق المسلمين في حربهم مع الكفار محارمة المقاتلين فقط، وحماية المدنيين من الكبار والنساء والأطفال، وحماية دور العبادة والحفاظ على الممتلكات وعدم قطع الأشجار المثمرة، والنهي عن التدمير والتخريب والغدر والتمثيل بالجثث.
أما قواعد الحرب في العصر الحالي فهي أن تقتصر الهجمات على المقاتلين، منع الهجمات التي تضر بالمدنيين والعسكريين دون تمييز، الإبقاء على حياة المدنيين والمقاتلين المصابين والأسرى وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، حماية أفراد ومرافق، الرعاية الطبية. ومعظم الجيوش لا تلتزم بقواعد القتال في العصر الحالي، إذ تستبيح القتل دون رحمة وتتعمد سياسة التدمير الواسع للممتلكات بما فيها دور العبادة والمؤسسات الصحية والتعليمية. فمثلا حصدت الحرب العالمية الثانية نحو 60 مليون قتيل، وأودت القنبلة الذرية بحياة قرابة 250,000 شخص مرة واحدة. وكانت حصيلة الحرب على العراق عام 2003 ميلادي مقتل أكثر من 1,000,000 شخص، أغلبهم من المدنيين، فيما قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ احتلالها فلسطين، كما دمرت البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وبيوت خلال انتفاضة الأقصى عام 2002 ميلادي، والعدوان على قطاع غزة خلال الأعوام 2008 ميلادي و2012 ميلادي و2014 ميلادي. نشاط تطبيقي من خلال الصور الآتية نبين انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ونناقشها في الصف. اقتحام الحرم الجامع والمدارس، هدم أماكن العبادة الدينية، قتل المدنيين وترويعهم، قصف سيارات الإسعاف التي تنفذ الجرحى والمصابين والمرضى. بعد أن تعلمنا، واحد، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ما أبرز القيم الاجتماعية التي حث عليها الإسلام؟ الوفاء بالعهد. ما الظاهرة التي كانت منتشرة في الجاهلية وعمل الإسلام على القضاء عليها؟ الرق. من الخليفة المسلم الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية من أسرى بدر؟ أبو بكر الصديق. ماذا يطلق في القانون الدولي على الشخص الذي يقع أثناء الحرب في قبضة العدو؟ أسير. كيف عامل المسلمون أسرى بدر؟ أخذوا الفدية منهم. ما المقصود بإبقاء الأسير الفلسطيني رهن الاعتقال دون محاكمة أو توجيه اتهامات إليه؟ الاعتقال الإداري. ما الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول المتحاربة بحماية المدنيين دون تمييز زمن الحرب؟ اتفاقية جنيف الرابعة. من الخليفة المسلم الذي أوصى القائد أسامة بن زيد بحماية المدنيين والشجر والدواب؟ أبو بكر الصديق. أي الآتية تعد من الانتهاكات التي ارتكبها المحتل الصهيوني تجاه قطاع غزة؟ تدمير المستشفيات. 2. أوضح المقصود بالقيم الاجتماعية، هي مثل عليا وتعاليم وضوابط أخلاقية تحدد سلوك الفرد في المجتمع. أذكر 5 من القيم الاجتماعية التي جاء بها الإسلام: الوفاء بالعهد، العفو، الأمانة، الإيثار، الكرم، الحياء، التعاون. 4. أعطي أمثلة على أخلاقيات المسلمين في القتال: حماية المدنيين، محاربة المقاتلين فقط، حماية دور العبادة، الحفاظ على الممتلكات، عدم قطع الأشجار. 5. معظم الجيوش المقاتلة لا تلتزم بقواعد القتال في العصر الحالي، وضح ذلك مع الأمثلة: تستطيع القتل دون رحمة، التدمير الواسع للممتلكات ودور العبادة والمؤسسات الصحية والتعليمية. مثال: في الحرب العالمية الثانية حصدت أرواح 60 مليون قتيل، قوات الاحتلال الصهيونية قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين من احتلالها فلسطين. 6. أصف انتهاكات الاحتلال الصهيوني لقواعد الحرب في فلسطين. 1. تدمير البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات. 2. قتل عشرات من الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين. 3. تدمير البيوت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 ميلادي.